نفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. ليك 5 اشوال سماد يا حاج، روح استلم. شايفين يا سيدي؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خل، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مره واحد طلع المعاش معرفش ينزل. حلوه حلوه، بلاش بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها زينة، لقيتك حل. هجيب الشقة بس في عرض جاه النبي، خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني. احسن من ساعه انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يوه حل ايه بقى يا شعبان، ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده؟ ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ اه. لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت بس، انا هصرف معاه. ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ليه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبة القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي. بيه ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ ده ما ستكش خير. خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا بلبيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله، ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايش شقة. تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو، لا سمح الله. أنا بس بقول يعني إن إحنا قرايب، وأنا من لحمك برضه، وأنت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلى، ومن قدم شيء بيداه التقاه. إيه يا ابني أسلوب الشحاتة ده؟ عايز إيه؟ شحاتة إيه يا بيه لا سمح الله؟ أنا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. إيه؟ سلف؟ ما تتجعسي، ما تتجعسي يا بيه. ما هم أنا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات، برضه محدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه؟ الشقه اللي انا هاخدها 3 مطارح، ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشة ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر، بس اهدى سيادتك تعال. هو انا عملت حاجه زعل؟ لا ابدا، بس تعالى معايا يلا يا ابو الغطريفي. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريفي. اطلع بره. اطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ اه سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. Thank you.
كان لازم تبعتولي بدري شوية. لخير؟ هي الحنفية حامل؟ لا، محتاجة قلب. عندكوا قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا، احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف المية علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلتلك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفاصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا، انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعي بقى تمشي، امشي. مع السلامة. 3 جنيه تصليح حنفية يا عالم. انا عارفة انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده راجل محترم، ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانوية عامة، رحت مدارس وجيت من مدارس، وابتديت من جدول الضرب وقالب به ته. ده كفاية الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل، وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت بالك نافش ريشك كده. تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ وهيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوكي كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا نشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ فيك امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصوره على دماغكم في الاخره.